not a game, it's a rich thing. حضرتك بنحل الموتور بنفوره بنبعته للخراط ونقفل المكنه. واهم حاجه في العمره عشان العمره تبقى 100 ما تسخنش، مروحه ما تعلقش، كاوتش ما تضربش، عربيه ما تنقص ميه لمده 1000 كيلو. بعد ال 1000 كيلو بيجي يغير زيت وفلتر ويمشي مشي الطبيعي. تاخر الدوران وهي بارده ممكن حساس كرنك، ممكن ترمبه بنزين تبقى ضعيفه عشان هو بيحب يمشي بالعربية من غير بنزين، فبالترومبة دي بتضعف القلب نفسه، بيضعف في الضغط بتاعه، ممكن الترومبة تزن بس ما بتغذيش المكنة اللي هو بنزين، فالعربية مش هتدوق. لو هي مروحة التبريد فصلت من الكهرباء نفسها، ممكن نجيب حتة سلكة كهرباء نوصلها من قلب المروحة للبطارية مؤقتا لغاية ما يوصل للكهربائي عشان يظبط الكلام. البنزين اللي بيبقى عليه ميه ده ملوش حل غير في البنزينة، علاجه مع محطات البنزين. انت تعود نفسك ان انت تحط في محطة او محطتين نضاف، هما دول اللي انت تقدر تعملهم، لكن هو ملوش علاج. هو مشكلته ان انت هتخلي العربية تسقف تحت رجلك وتبرجل بس.